السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم. حل مشكلة توقف الكاميرا عن العمل، كاميرا الهاتف، بطرق بسيطة. أول خطوة معانا لازم تتأكد إن أنت مش محمل تطبيقات بديلة للكاميرا اللي عندك وواخدة الصلاحيات، وبالتالي أوقفت عمل الكاميرا الأساسية. لازم تتأكد من الخطوة دي، إن التطبيقات البديلة مش هي السبب. تمام. الخطوة التانية إننا بنروح من خلال الإعدادات، بيكون عندك اختيار التطبيقات، نضغط عليه، بعدين بننزل نبحث عن الكاميرا، هذه الكاميرا، نضغط عليه هذا الاختيار، تفتح معنا بالشكل ده، وبعدين بنروح لمكان التخزين، تمام، وبعدين بنعمل مسح البيانات. تمام. وبنعود وبنستخدم الكاميرا، وإن شاء الله بتشتغل معانا. يا رب يكون الشرح أفادكم.